الحمد لله رب العالمين، ربنا استجاب لدعايا. ده انا قعدت طول الليل نايم قدام القسم ومهلش عليا اخش الاوضه والجثه مش موجوده على السرير. اظن خلاص بقى كده يا سماح، بلاش شغل جمعيات وسلف من هنا وهناك، ما تمضيش وصولات امانه تاني. مش عارفه ما كنت موظفه في الشهر العقاري وعارفه يعني ايه. صدق انا ربنا اللي عالم بيا، يعني انا كنت عارفه ان الدنيا هتتعكى كده. انا كان نفسي بس اشوف لي حته عيل، بس الظاهر ان ربنا مش رايق. ما تقوليش كده يا حبيبتي، خليكي واثقه في ربنا. ياما ناس قعدوا بالخمس والعشر سنين وفي الاخر ربنا رضاهم وخلف. قولي يا رب. يا رب يا رب ناكل. يا جماعه انتوا مش عاملين زفر ولا ايه؟ سماح خرج افتنم على لحم بطناه. سيكا بلصر على البق. هو انت محشور فينا؟ هو انت قريبنا ولا ايه؟ جرايه رجل الشطرنج فيه ايه؟ بس تصدقوا رجل الشطرنج عنده حق. ما تقوم انت وقتك تعملوا لنا حاجه كده نظبط الدنيا. خش جوه. انت بتعمل ايه؟ نعمة، واللي يكرهها يعمى، مش هينفع تترمى. اشربهم انا. جبت الفلوس مين؟ بعت عربية ابويا. العربية جابت الفلوس دي كلها؟ جابت الفلوس دي كلها. يلا بالاذن. عندي مشوار، مشوار مهم. يلا سيكا اوصلك في سكتي. طب والاكل يا جواب؟ يا اخي مصر. لا هيتعشى، الاكل هيتعشى وهيجي لك بقى يتاخر. اكلنا والحمد لله. جمعنا ليه يا معلم؟ هتعرف دلوقتي. تخافش، ما تخافش، مفيش حاجه. تخافش ليه يا واد؟ انت هتزيد؟ ده حربي. ولا اقول لك اتاخر شويه كده؟ لا وعلى ايه؟ ده كوبرا ومياه. وايه الحكايه بالظبط؟ معلم كوبرا هيقوم معانا بالعمليه. معلم؟ معلم. ولا نسيت؟ العمليه دي انا اللي هدورها، وكلامي هيمشي على رقبه الكل. ده كده فخفنت على الاخر يا شيخوخ. اسكت يا قول يا معلم كوبرا وسمعني. اللي عرفته بالمعلم شيخون ان البنك في حته متطرفه، عشان كده بسم الله الرحمن الرحيم لازم نراقبه كويس. عدد الكاميرات اللي فيه واماكنها، حجم الحراسه اللي عليه، الحركه جوه البنك ومكان الموظفين. ومحتاجين نعرف الايام المهويه عشان نعرف نعمل فيها العمليه من غير قلق. قطه ما تخرش الميه، انت ولا حسن شحاته في زمان كده. تمام؟ لا مش تمام. ليه كده؟ المنطقه دي منشاه كاميرات، ولو اتشمنا هنتعفق وقت، عشان كده لازم ندخل ونخرج في اقل من 3 دقايق. واهم حاجه مفيش دم. طب بقول لك يا صباح، هنثبتهم ازاي؟ بالسبح؟ ده السبح هيترثم لك بقيت سنانك دلوقتي. اخوات، اللي عايز يخرج من هنا حي يثبت مكان. انا جاي نادي مصلحه وهنمشي على طول. لم الموبايلات. ثم على اخواتك. يلا لم المدير. تعال حط الحزم فين؟ دامي دامي افتح الخزن. بقول لك بتكلم فين انا؟ افتح الخزن بدل ما اصرف روحك تحت الحساب. تستعراني يعني ولا ايه؟ ما تهرب.
انت خلصت يا عم؟ طب مالكش يا عيال؟ كتير والله. طب رخص بدل ما يتمهم لك. عمدي انت طلع شاله. انا مش عايز مفيش دم. بتموت الراجل ليه؟ كوبرا لازم يتشاحن على اللي خلقه وانت وجدته. اللي حصل ده مش هيعدي. انت هتهيج علينا الداني. وهنقول للمعلم شايكون ان هو هرب وغدر بينا وخد الحاجة وحلال علينا الفلوس. طب الطب انا كده رجالة. طب الطب يا معلم. كلام مسبوق. استهدى بالله بس وقراله الفاتحة عشان تتردنا. Thank you.